ما علامات الساعة الكبرى؟ هي 10 علامات على ما ذكره بعض العلماء استلالا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها المسيح الدجال، يأجوج ومأجوج، طلوع الشمس من مغربها، الدخان، 3 خسوف، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، الدابة، دابة الأرض كما قال الله تعالى، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، قلنا 3 خسوف، خسف بالمشرق بالمغرب بجزيرة العرب، بشارة الساعة الكبرى الدجال ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها، اللهم صل على رسول الله، ويأجوج ومأجوج، والدخان، واستعطى الاثنين بعد إن شاء الله.